بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو غريب شوية جدا. اللي حصل ان ابن امبارح قال لي انا كنت قلت لكم ان في الفراخ عندي بشرت بالبيض ومش عارفة والكلام ده على 4 شهور. امبارح ابني جالي وقال لي ده في شيء غريب حصل. قلت له هو ايه؟ قال لي انا شفت تحت مفاجاه عند الحمام. فطبعا انا كنت بجيب بيض الفراخ وبطلعه مش عارف كده يعني. فقال لي انا شفت حاجه غريبه عند الحمام، والله اقسم بالله انا لسه هشوفها دلوقتي على الطبيعه يعني. فقلت له حاجه ايه؟ قال لي انا لقيت الفراخ بيضين عند الحمام، والحمامه مجمعه البيض وحضناه ونايم عليه. طبعا البيض بتاع الفراخ علشان لسه بشاير فصغير مش كبير. فانا قلت انا هنزل. قلت له طيب هات لي، انزل هات لي البيض اللي عندها. فنزل جاب لي البيض اللي عندها، فلقيت فيه بيض صابح كويس يعني جديد، ولقيت فيه بيض مشبح بدم يعني مش سليم يعني، هو شبح بدم يعني حاجه بتتخلق يعني تقريبا هيدب في الروح، وفي بيضه بايظه. فقال لي خد البيضه دي نرميها. قلت له تمام. البيض النظيف ده انا خدته كسرته في طبق فلقيته نظيف فقليته. طيب والبيض المشبح بدم؟ قلت له طيب هي بدل الحمامه نمت عليه، انزل حطه عندها كأن احنا ما شفناش حاجه، هو ما كانش كتير يعني. فقلت له انزل حطه عند الحمامه وسيبها تكمل. فنزل حطه عند الحمامه، اصبح في بيضه واحده بايظه. قال لي البيضه دي مش كويسه وارميها. فانا قلت له طيب. فقبل ما ارميها فروحت جبت ورقه كرتون ورحت قلت لما اكسرها اشوفها بايظه من اي ناحيه يعني، بايظه مش فيها بذره، بايظه من السخونيه، بايظه يعني سبب البوظان بتاعها ايه. فاقسم بالله انا رميتها، بس ندمت بصراحه استغفر الله العظيم ان انا ما صورتهاش ليكم. لقيت فيها راس كتكوت وعينه وقلب بينبض. انا حزنت ان انا موتها يعني، انا كده موتت روح ربنا يسامحني يعني. احنا ما عرفناش هي بايظه ازاي. فلما جيت كسرت البيضه لقيت فيها الصفار دون سايح شويه، ولقيت فيها راس كتكوت والعين والقلب بينبض، يعني كان في كتكوت متخلق فيها، ويقدر الله وما شاء فعل وربنا يسامحني. بس انا جايه النهارده والله انا لسه ما شفت الحمامه، ان هي انا عارفه ان هي في الركنه دي بس انا لسه ما شفتهاش، وجايه علشان اشوفها معاكم. طبعا اللي ظهر قدامكم دون بيض حمام، ده بيض حمام، بس الحمامه كانت نايمه ولما شافتني مشت وسابتني. وده الزغلول اللي هنقطفه مع بعض ان شاء الله قريب، هنقطف الزغاليل كلها، نعمل لكم فيديو قطف الزغاليل. وده بقى ايه؟ ودي في بيضه في بيضه بتاعت فراخه هي اها. وده ايه؟ وده برضو بيض حمام. معلش الحته ضيقه عليا. بيض حمام ده؟ لا مفيش هنا بيض حمام، مفيش. لا في بيضه بتاعت حمامه اهي، وهنا في ايه؟ هنا مفيش حاجه، وهو تقريبا هو هنا البيضه الفرخه دي. انا هكرشها كده شويه علشان نشوف ايه، نشوف البيض اللي عندها ده بيض ايه بقى. هي دي تقريبا، هي دي. تعالي يا قمر كده، تعالي قومي. بصوا مجمعه بيض الفراخ ونايمه عليه. البيض ده معمر في بذره ومشبح بدم يعني كده. الفرخه الحمامه بيضه على بيض فراخ. انا كده هسيبه، مش هكمل، مش هشيله يعني، هكمل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اجمع ده، هو سخن خالص اهي، نايم عليه اها. اجمعه لها كده. هما كام؟ 2 4 6 بيضات، هما 6. وحتى انا قلت لابني علمهم امبارح لما جه ننزلهم،
يعلمهم بقلم علشان لو في بيضة زيادة ولا كده يشوف البيضة اللي هي يعني يوم بعد يوم كده ولا حاجة، يشوف البيضة اللي فيها اللي ما فيهاش قلم تبقى جديدة يشيلها، واللي فيها قلم يبقى هي الحمامة نايمة عليهم. تمام. فهو كده انا مش عارفه اصلا لما يعني هي هتصبر او هتتفاجئ بيهم لما يطلعوا كتاكيت. انا بتهيألي هيجي لها صرع لما تلاقي 6 كتاكيت حواليها، يعني مش زغاليل. معرفش الفرخه دي الحمامه دي اصلا ما بضتش، الحمامه مجمعه البيض الزار، هي حنينه يعني، هي اخده حنيه ولا حاجه، فهي مجمعه البيض ومش بتبيض ولا حاجه، يعني هي حمامه ما عندهاش بيض حمام ومركزه. بصوا هي زعلانه جدا وعايزه تيجي وعماله تحارب من ورايا علشان ايه، علشان تيجي. ودي الحمامه اللي فوق جت تنام على البيض بتاعها، وانا الحمد لله علشان ما يسقعش انا ايه، انا همشي شويه كده علشان لو طولت شويه ممكن البيض يسقع. هو عموما احنا الظهر فالبيض مش هيلحق يسقع، بس برضو تحسبا لاي موقف علشان البيض ما يبردش ولا كده، وعلشان هي برضو تحس ما تنساش الحنيه يعني، وتبعد عنهم، تفكر ان انا بطردها من عليهم وتسيبهم وكلام من ده. هي عماله تحارب من ورايا علشان ايه، علشان تيجي عايزه تدخل للبيض بتاعها، هو اصلا مش بتاعها، بس يلا هي حاضنه. احنا اسره الحاضنين، زي ما كنت فاكرين لما حضنت اليمام ومربياه وكبر وبقى جميل ويمام، يعني بقى يمام بجد. هشوف عماله تحارب عايزه من ورايا تيجي. انا بصراحه اتفاجئت بالموقف دون، وقلت لما ايه اوريك المفاجاه اللي انا شفتها، ويا رب يطلعوا فراخ كتاكيت، ويوم لما يطلعوا باذن الله اعمل لكم فيديو عليهم ونشوف المفاجاه هي لما تشوفهم هتتفاجئ ازاي، ورد فعلها لما يطلع لها كتكوت مش زغلول، هتحاول تزققه او هتضربه او كلام من ده. مش عارفه بصراحه رده فعلها ايه، هي زعلانه هي. بصوا عامله ازاي، هي دوب وصلت كده، بس الديك سبقها، هي عندها ذعر من الديك عايزه تدخل، بس خايفه تروح للديك. يلا امشي روحي يلا، هي خايفه تروح تدخل بيتها من الديك علشان تحضن على البيض اللي هو مش بتاعها اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب يا هادي، اهي بتحاول اهي، هي عايزه تدخل عند البيض بتاع الفراخ. هي خلاص هي تتبناه يعني، هي متبنياه، واكيد بقى لما تسمع صوت الفرخ وهو بيطلع هتساعده علشان يطلع من البيضه وما اعرفش ايه، وفي الاخر تتفاجئ انه كتكوت ماهوش زغلول. مش عارفه رد فعلها بقى هيبقى ايه بقى. اكيد هي اول ما بيطلع الزغلول بتنفخ له الحوصله بتاعته وبتزققه. طبعا انا مش هسيبه عندها لحسن تضربه تموته ولا حاجه، بس لما نشوف يعني هتكمل معاه ولا هتعمل ايه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم، وما تنسوش الشير والاشتراك ولازم لايك 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 علشان الفيديو ينزل لاي حد وكده، وفعلوا الجرس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.